السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد وقصير من قناة خواطر فكرية لتلخيص برنامج حيث نلتقي للشيخ أحمد سلمان والأخت ريم، بين الشيخ أحمد والأخت ريم وأيضا الشيخ كريم شنيبة. بهذا الفيديو إن شاء الله، بهذا الفيديو القصير سيتوجه سؤال مهم جدا من الأخت ريم للشيخ أحمد سلمان: لمن تعطون الخمس؟ هل كما يريد أن يروج بعض الجهال، هل كما يريد أن يروج بعض الجهال بأن الخمس يعطى للمرجع والمرجع يبني به فيلا أو يشتري سيارة في لندن وفي باقي الدول؟ خلينا نستمع لمن يعطى الخمس بلسان الشيخ أحمد سلمان، نرجع بالتعقيب إن شاء الله، فخليكم الفيديو. في الزكاة نتفق تماما، ليس في شيء الا في غنائم الحرب والركاس. والركاس فقط. واضح. لكن انتم الخمس زيده في الفائض من المكاسب. يعني الامور الفائضه من المكاسب التي سواء راتب شهري او تجاره او مثلا إرث مثلاً، كان الإرث هناك تفصيل فيه. إذا كان مثلاً الميت يخمس أمواله مخمس، يعني ملتزم بهذه العبادة، فالمال إذا انتقل إلى الوارث، الوارث لا يخمسه. تفصيل، لكن بالنهاية قضية إسلامية. البعض أحيانا يشوف في القنوات المواقع أنه خمس هذه تاكس، كما الحكومات كما بريطانيا مثلاً ممكن 20%. لا، هي قضية يتفق فيها كل المسلمين، اختلاف فقط في هذه الجزئية، هل هو خاص بغنيمة الحرب والركاز أو لا يشمل؟ عام في كل ما اكتسبه. نعم، في كل ما اكتسبه الإنسان. طيب، عندنا هذا خاص بغنيمة الحرب وبالركاز وما اكتسبه الإنسان في حياته، ما لم يكن مدخرا ثابتا، لم يحل عليه حول، فلا زكاة عليه فيه، ولا زكاة في ركوبته، ولا في بيته، ولا في خادمه، وهذه كلها ليس فيها زكاة، والله تعالى أعلم. طيب، خليني نسأل زيدا، لشكون تتعطى الزكاة؟ وإلا أنتم لشكون تتعطى الخمس هكا؟ كل العبادات المالية التي شرعها الله عز وجل هي تعطى لمن يستحق. من هو؟ الفقير، المسكين، اليتيم، الذي انقطع به السبيل، يعني الحاجات الاجتماعية، كل ما فيه بناء اجتماعي، تنمية اجتماعية، تكافل اجتماعي، يعطى لهؤلاء. ومن اللطائف أن الله سبحانه وتعالى جعل العاملين عليها نصيبا فيها في الزكاة فقط. أي، هذا في الزكاة. في الخمس لا يوجد هذا الشيء. لا، في الخمس بحيث لا يوجد عاملون عليه الخمس. أما بالنسبة ما معنى العاملين عليها؟ أي الذين يتولون جمعها أو توزيعها. فجعل الله لهم نصيبا فيها، حتى يعني يعفيهم من موضع فتنة شديد. فقد يكون الإنسان لا يملك في جيبه دينارا وعنده 500,000 دينار أموال زكاة يجمعها ليأتي بها إلى بيت المال. حتى المجهود بالك اللي يعمل فيه باش يلم وباش يعطي للناس، باش يلقى الناس المحتاجين. هذا إعفاف له حتى يكون نصيبه في ذلك المال مضمونا بنص الكتاب، وحتى لا يكون منة من أحد عليه، وحتى يجنب فتنة الاختلاس. لأنه إذا تعرف قبل لما يرسل العامل لجباية الزكاة قد يقضي أشهرا في البرية وفي الفلات، وهو يطوف على بطون القبائل وفروعها يجمع منهم الزكاة، فلا يعلم أحد كم جمع ولا كم أدى. فلما يكون عنده حق مضمون في ذلك المال، ذلك أدى أن يكف يده عن الحرام. أما لما يكون عارف أنه سيقوم بكل تلك العملية ثم سيأتي ويؤديها ويعود صفر اليدين، فهذا يقوي الشيطان عليه ويجعل له مداخل على عبده. هذا يجرني نحب نسأل سؤال آخر: أي واحد ينجم يلم الزكاة ويعطيها؟ وإلا ثم أشخاص خاصين معروفين هذوكم هما اللي يلموا الزكاة وهما اللي عندهم الحق باش يكونوا العاملين عليها ويوزعوا؟ على اختلاف من تجمع له الزكاة. إذا كان أمر الزكاة مجتمعا على ولي أمر يسير من يجمعها ومن يوزعه، فهذا لابد أن تكون توفر فيه شروط ويتحمل مسؤوليتها ولي الأمر الذي ولاه. أما في حالنا مثلا في بلادنا لا يوجد ديوان أو صندوق للزكاة أو شيء من هذا، فيتحرى كل واحد ما استطاع أحد من مستحقي هذه الزكاة، والله أعلم. حياكم الله من جديد. مثل ما استمعتم
خمس يعطى، او هو الخمس يعني تكافل اجتماعي، يعطى للايتام للارامل، يعني يعطى لدائره او لشريحه ان صح التعبير فقيره في المجتمع. بهذا الخصوص احب ان اعاقب على موضوع جدا مهم. البعض يريد ان يصور ان المراجع هم الذين يطلبون المال، والحال هو عكس ذلك، انما انت او المكلف او الذي يجب عليه الخمس هو الذي يذهب للمرجع. المرجع بالعراق نقول ما يودع لي اصلا، وبل اكثر من ذلك ان السيد السيستاني حفظه الله يقول يا معودين، وبالدارجه اتكلم يا معودين لا تجيبوا لي الخمس، انتم تصرفوا بالخمس. اكثر من ذلك شنو، حتى نبين انه المراجع عندما يفتوا بالخمس وبوجوب الخمس مو من همهم انه يا ابا تعالوا احنا نريد الخمس نبدي بي نشتري بيه سيارات ونبني بيه بيوت، لكن كل شخص يرى الناس بعين طبعه، كل شخص يرى الناس بعين طبعه. هذه اموال الخمس، والمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني حفظه الله يفتي بانه لا تجيبوا للخمس وانتم مزعوه على معرفتكم. فاي تشكيك بعد ذلك يا من تدعون العلم، وفي امان الله.